احنا مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الدار البيضاء. اول حاجه قبل ما نبداو هذا اللايف كامل نوقفوا واحد التحيه وتصفيق وتجليل هذا وتقدير هذا الشاباش هذو اللي قطعوا مسافه كبيره انهم من جراده وصرفوا المدينه ديالهم وجوا هذه المنطقه بالضبط سيدي عثمان ونافسوا هنايا وربحوا جوج ماتشات، الاول بحصه عريضه والثاني بشكل انفس ودازوا وتاهلوا لبطوله المغرب النهائي ديالها. اول حاجه كل شيء فرحان، فرحه هيستيريه اليوم كاملين شفتوها في اللايف، يعني خاصه نشجعوا هاد الناس هادو حيت من هاد الشابات مستقبلا ان شاء الله غيكونوا حاملين قميص المنتخب الوطني لهاد الرياضه هادي اللي ما بقاش حكر على الرجال فقط وانما حتى النساء اللي قدروا ينافسوا فيها. خويا حسام انت ككوتش اول حاجه ولك تعطينا الفرحه ديالك كيفاش كانت وكيفاش قدتي هاد الملحمه هادي ولا باش يدير هاد الانجازات. اولا الحمد لله على هاد الانتصار اللي كان المباراة الأولى في المباراة الثانية كانت مستحقة وكانت حقا، يعني ما غاديش نحيي نفسي، نحيي البنات ديالي اللي تبارك الله عليهم. حيت الصراحة واخا أنا يعني كنت كندخل في بعض المواقف ولكن الفوز اللي جابوه البنيتات صراحة أنا فرحانين بزاف، ما نقدرش نعبر عن الفرحة ديالي، شتها أنت في اللايف وشتها أنت في المباراة وعشتها معنا. ولكن بغيت غير نوجه واحد التحية أولا السيد الرئيس ديال الجمعية الخيرية ديال عين بني مطهر اللي هو السي عبد الهادي، كنحييه حيت الصراحة قام بواحد المجهودات ترونسبور وفر جميع المصارف، يعني كنحيي بحرارة شكرا اللي عطى الفرصة لهاد البنيتات اللي صراحة كانوا متحفزات بزاف أنهم يشاركوا من سمعوا كازا، يعني راه شي حاجة اللي كبيرة الحمد لله. كان واحد شوية ستريس ولكن جايين على أساس أننا نربحوا ندوزوا للفينال، الحمد لله حققنا الرغبة ديالنا وربحنا وشكرا بزاف بزاف ليهم وشكرا بزاف دائما نهديه ليهم هما بوحدهم. شكرا لحضرتك. واش كتطمح مع هذا الفريق باش توصل لشويه؟ ان شاء الله ملي دوزنا للفينال شنو غنديروا؟ غناخذوا الفينال، غناخذوا الفينال ان شاء الله، هذا هو الشعار ديالك. وصلنا للفينال ناخذوه. كتلعبوا ان شاء الله النهائي؟ مازال ما عرفنا الصراحه ولكن فين ما كان الفينال ان شاء الله راه حنا على ضروري غنجيبوا الفينال. الوليدات اللي عندهم رياضه وعندهم موهبه في هذه الكره هذه وبغاو يوصلوا لها. بالخصوص نهضر على عين بني مطهر، كنشجعهم بزاف انهم سواء خاصه البنات، يعني حنا عندنا حكر ديال الهوند على كره القدم على الرجال. حنا رياضة كرة اليد بصفة خاصة ما كانش عندنا في هذه المدينة هذه، أول ما جيت للسيد الرئيس أو الأستاذة المديرة ديال دار الطالبة عين بني مطهر وافقوا على هذه الفكرة ودعموني صراحة، وفروا لي جميع المسائل اللوجستيكية وكل شيء باش نوصلوا لهذا الفينال هذا، وكنشجع جميع الفئات خاصة البنيتات الصغارات أنهم يلتحقوا بينا، حنا في عين بني مطهر يلتحقوا بينا، بلاصتهم كاينة ومستقبل إن شاء الله كاين زوين ونتمنى ان شاء الله نشوفهم علاش لا في المنتخب علاش لا، حيت تبارك الله عليهم يستاهلوا الصراحه. وشكرا شكرا. المهم في هذا الشيء كامل هو السيد الرئيس الله يعاود هذا الشيء كامل ناخذوا مع واحد مرحبا الله يعاود السيد الرئيس اول حاجه فيليسيتاسيون رئيس اول حاجه فيليسيتاسيون على التاهل تحياتي شكرا لك بزاف على هذا تربان السفينه كما تنقولوا اللي جمعتي هاد الناس شرفتي اقليم جراده انت والوليدات والبنيتات، فاش واش بغيت تقول لهادشي اللي وقع؟ اولا نشكر بعد المديريه ديال التعاون دارت لنا هذه المسابقه ديال الاعمال الاجتماعيه وديال هاد الناس هادو اللي كيكونوا عايشين في دور الطالبه وديال البنيتات هادو اللي مرتبطين بدار الطالبه ودور الطالب. هذه الشكر الجزيل لهم على لان لولا هذه الاجواء ديال هذه المسابقه هذه ما كناش غادي نوصلوا ولا نشوفوا لا كازا ولا الناظور ولا وجده ولا حتى حاجه. الشيء الثاني نشكر السي حسام والسي الياس الاطر ديالنا اللي تحملوا المسؤوليه ديال هذا الفريق هذه وصراحه كانوا في المستوى هذه راه تدريب نتاع ربما ما كانش موسم رياضي واحد تعطي هذه النتائج هذه وتوصل للفينال، راه كاينه فرق اللي ربما راه تدرب هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات ما وصلتش لهذه النتيجه. يعني سيتان ترافاي اللي بيان اورغانيزي وبيان كونسونطري وماشي في الاتجاه الصحيح. انا نشوف فيه ماشي سواء دينا الفينال ولا ما ديناهاش، انا في نظري وصولنا لهذا النصف النهائي وتاهلنا ديجا صافي. انا بعد راني في لو توب
اللي كاع ممكن نتوقعوا من هاد الدراري هادو ديال الجمعيه ديال البصمات اللي راهم زعما مضحيين معنا في الحقيقه. راه والله يعني باجتهادات بسيطه، راه ماشي شي حاجه كبيره. سحاب لك راه كاين حتى لو تيران، راه عندنا تيران ديال جوكرو 30 متر ولا 35 متر، ما كاينش شي تيران بهذه المواصفات هذه. البنات فاش كيجيو للقاعات الكبار راه يعني كيتفاجئ، لان كيتدرب في واحد التيران اللي غير صغير، ما مولفينش بواحد الاسباس واسع. يعني المساله ديال لا كونديسيون ديال الاخر راه ماشي سهله. كتبني اسمح لي ان هذا الانجاز كامل وهذه الطرحه كامله ما جاش من الساهل، ما جاش من المعاناه، وصلتوا لهذه البلاصه. بالضبط 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 بالضبط، تحيه. بالضبط بالضبط. شنو باش تقول لهاد اللاعبات اللي مازال؟ قول لهم شوف، قول لهم نموت عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فليسيتاسيون على النجاح ديالكم. انت كلاعب في المقابله اكثر واحد عاش ستريس، واش باش تقول لي؟ احنا فرحانين بهذا الفوز ديالنا اللي جوج ماتشات ماشي ساهلين وبزاف ستريس وكانوا المهم. ونشكر بزاف دار الطالبه عين بني مطهر اقليم جراده، ونشكر الاداره ديال دار الطالبه استاذه حليمه، ونشكر الرئيس عبد الهادي، ونشكر مؤطره جاونا الكوتش حسام والياس، جميع المكونات ديال الفريق كما تنقولوا. انت كلاعبه كيفاش كانت الظروف ديال التدريب عندكم في المنطقه ديالك؟ شنو كتدرب؟ اللي كان تيران صغير بزاف، ما كناش كنا ندربوا ماشي ثلاث ايام في السيمانه، ماشي بزاف. وكان لكن عامل الوقت ما كاينش، الوقت ديال الامكانيات ما كاينينش، رغم هذيك وصلتوا لهذ البلاصه يعني. وماشي بزاف من اللي بدينا ندربوا. واخا شنو انت كلاعبه شنو كطمحي انك ديري في الرياضه؟ علاش لا ما نلعبوش مع المنتخب وندوزو النهائي؟ تبارك الله، شكرا بزاف. غارديان انت بعدا في هذا الماتش راه تقريبا راه جبتي بزاف الكواري، واخا قرضوني كاملين معولين عليك. انا كنشوف غادي هو فوطو كلشي معول عليك، تشحس عليهم. شنو تبغي تقولي؟ الخواتات كيلعبوا معاك والطاقم ديالك؟ كنقول لك كنحييكم بزاف. شنو تبغي تقولي؟ كنحييكم بزاف، كنبغي الفريق ديالي بزاف، الكوتش حسام، الكوتش الياس، جمعيه عبد الهادي بن طيب، ومؤطره نتانا احلام وفدوى، وخونا الصغير ما نعرفش. اذا مشاهدينا خليكم لهيه. لحظات زوينه كيف هذا الفريق. يعني كنتمناو ان هاد النقطة هاد المنافسات، وعلاش لا؟ علاش لا؟ ما نمشيش بعيد. واحد النقطة عفاكم المشاهدين الكرام، هذا الفريق هذا ولا هذا النوع هذا ديال الفرق هما الوحيدين واللي كيتسهلوا انهم يتدعموا من جميع المصالح. علاش؟ حيت مراحل المعالجه حنا كنتمناو مستقبلا وبعد هذا اللايف هذا، علاش لا؟ رؤساء الجماعه ديال المنطقه ديالهم وعلاش المسؤولين ديال المنطقه ديالهم يوفروا لهم ملعب اللي يترينيو فيه، ووفروا لهم تونيات، ووفروا لهم اي حاجه اللي محتاجينها، حيت شرفوا المدينه ديال زراده. وان شاء الله من المستقبل هاد اللاعبات ولا كاملين ولا بعض فيهم غيشرف قميص المنتخب الوطني. شكرا لحسن المتابعه ديالكم، اشوفكم في التاخر ان شاء الله. موضوع اخر، السلام عليكم.